السلام عليكم. أحدث فيديو لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ينظف الشارع ضج على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب صاحب الفيديو فقد تم التقاط هذا الأخير في حي السوريكال بباب الزوار في الجزائر العاصمة. وفي مشهد تقشعر له الأبدان ظهر في الفيديو رجل المقعد وهو ينزل من كرسيه المتحرك حتى يقوم بتنظيف مخلفة المرة، وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التصرف النبيل لهذا الشاب، حيث قال أحدهم: ما شاء الله، هذا الشخص أثبت أن الإعاقة في العقول وليس في الأجساد. وأضاف آخر: طهره الله من الذنوب والخطايا ورحمه في الدنيا والآخرة، اللهم أجره خير جزاء يا رب العالمين.